أعتقد بأنني سأعتزل من هذه اللحظة. أنا أبتعد عن المنتخب الوطني العراقي، وأنا أريد أن أقول بأنني أحب الشعب العراقي. جسدن، قرار بدون رجعة، قرار بدون رجعة، هذا قرار اعتزالك اللعب مع المنتخب الوطني بدون رجعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حبيبي. يا اهلا وسهلا استاذ داوود حبيبي، شلونك؟ فيك تسلم لي يا طيب، والله الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله، اهنيك على الحلقه. الله يخليك تسلم. حلو. في اللحظات الاخيره يعلن جستن اعتزاله، بس يعني ما كنا نتمنى هذا الموضوع، وكنا نتمنى انه الموضوع ينحل وديا، لكن اولا تحياتي لك وتحياتي لكل اللي قاعد يشاهدنا وكل متابعيك وكل متابعينا. الله يحفظك، الله يخليك. يعني جستن كان كلامه واضح وتكلم بامور ربما هي واضحه للشارع العراقي الرياضي وللجمهور الرياضي. انا اللي لفت انتباهي بانه هو تدرب على يد الكابتن راضي شنيشي، الكابتن حكيم شاكر، الكابتن باسم قاسم، وايضا خاض تجربه مع كتنيتش، وقال انه الكل يعني تدريبهم كانوا انه يحاولون، يعني هم عراقيين ويحبون العراق ويقدمون اكثر للعراق. لكن هذا ما يعني ربما انصدمت انا واحد من الناس، لان انا اعرف ربما ادفوكات ومدرب يعني هولندي ذو يعني اسمه كبير. ف يعني هاي كانت الحلقه اليوم. انا كنت واحد من الناس انه كنت اتمنى جستن يستمر، لكن انا كنت اعرف الموضوع من الصبح وحاولت انه اقنعه بشتى الطرق. يعني من اليوم اللي نزل البوست بي بوقتها، من قال انا راح اطلع لايف وراح اتكلم بهذا الموضوع، يعني كنت اعرف هو ناوي على الاعتزال، بس قلت له جستن، حاولت انه اكثر من مره، اني خاله كابتن موفق وموجود ايضا خال جستن بامريكا، حاولنا نثني على هذا القرار، لكن كان مصر ومتخذ القرار 100%. فاليوم هو لنا، يعني انا حتى اخر شيء يعني قلت منهم، يعني اتمنى ما يقوله، بس لكن قاله هو بالحلقه. يعني اللي افهمه انه هذا قرار نهائي. هو شوف، هو انا حكيت وياه يقول لي اني ارجع، يعني اذا خابرني المدرب اني ارجع افهم الموضوع. هو تكلم يقول لك احنا الوحدات التدريبيه قبل المباراه تكون قويه جدا، يعني يقول تستنزف طاقاتنا كامله، يعني طاقه اللاعب، تركيزه ذهنيا بدنيا، شويه يعني قال نفقدها قبل المباراه بيوم بالوحده التدريبيه. قال من نجي بالمباراه ما قاعد نقدم. سمعتك بالضبط. نوعية التدريبات هو من يوم جستن، مو من عندنا، فكان خلى الفني شوية اما بالتكنيكال يعني بالسكايب مالته، فحاولنا انه نشوف شركة ربما هناك، لكن هو بيوتا، ولاية يوتا، كان اكو شركة حتى ناخذه كدي تي ال، لكن اخذناه عن طريق السكايب. بالعكس، اللقاء كان حلو مباشرة. اللقاء كان كلش حلو، يمكن بدايته كان بيه تقطيع وش اسمه، بس كان مفهوم وواضح. أنا أعتقد أنه من خلال برنامج هو عنده عتب على الكابتن عدنان درجال على تصريحاته. عدنان درجال عنده عتب، ليش؟ العتب الوحيد هو حتى ما تكلم على الكابتن باسل جورجيس، قال أنا ما عندي مشكلة ويا الكابتن باسل جورجيس، وربما كان يساعدنا بهواي أمور وكذا وكذا، لكن هو عتب على الكابتن عدنان درجال بعد ما تم تسريب مقطع يعني في أحد الملاعب الخماسية الفرق الشعبية، وكان يتكلم انه جستن يقول انا ما يسلم علي المدرب، ما اتمرن وكذا، يعني هاي الامور، يقول ما اتصل بي، ما فهم الموضوع اللي اني لازم كان يفهم الموضوع من عندي، وليش مثلا وصلوا له هذا الكلام الاكثر ولا اقل. ف منعرف هو يعدل عن قراره، محتمل انه يعدل عن قراره، يعني انا اقول لك، بس هو هسه حاليا نزل حتى على صفحته يعني صور الوطني وخلص رسميا. يعني احنا ما نريد، بس اكو كل اللي يسمعني حاليا، كل جمهورنا كلهم احبهم، انا كل الجمهور والحمد لله والشكر ربطني، يعني الوحيد يمكن اجاوب على الرسائل كلها. والله من 6 العصر من نزلنا الاعلان انه جستن اليوم راح يطلع للعشرة ونص تقريبا بتوقيت العراق بغداد، الاف الرسائل اجتني، مئات الرسائل كلهم جاوبتهم،
فاني اجاوب الجمهور واقول لهم للجمهور يا اخوان اليوم احنا رياضتنا هي من القاعده خطا، من الاساس خطا، يحتاج لنا وقت، يحتاج لنا وقت، وقت بصناعه جيل، يحتاج لنا وقت بصناعه دوري قوي، يحتاج لنا وقت بصناعه لاعبين يحترفون بالخارج، يحتاج لنا وقت لصناعه منتخبات. احنا اليوم اذا دورينا مو قوي ودورينا مو محترف لا نفكر اليوم احنا نروح ننافس، عندنا لاعبين، مو ما عندنا، عندنا لاعبين محليين على مستوى عالي جدا. كل اللاعبين اليوم اللي موجودين بالدوري العراقي هسه انا اقدر اطلع لك، انا واحد من الناس متابع واقدر هسه اطلع لك منتخب رديف من الـ من الـ من الدوري العراقي. لكن مع الاسف انه اليوم احنا هذا الغياب، التخطيط، غياب التخطيط هو هذا اللي قاعد ياثر علينا، هذا اللي قاعد ياثر علينا لا اكثر ولا اقل. زين انا هنا احد الاخوان يقول لي راسل الكابتن عدنان، وصلت لا اعتقد تابع الحلقه وكان يتابعها هو الحلقه اليوم وشافها، اتمنى يتصل بجستن مو انا اتصل بي، هو خلي يتصل بجستن وخلي يعرف شنو المشكله من عنده ويثني عن قرار اعتزاله ويعد يعني عن كابتن قرار. اللي افتهم من عندك انه جستن ينتظر اتصال من احد المسؤولين او من احد اعضاء الاتحاد. احكي لك اياها بصراحه وبصراحه وهي امام الناس وخلت نحس فيها. جستن قراره يعني ما بيرجعه بس قال انا احب العراق، انا احب العراق، انا دمي عراقي، يعني انا ربما تواصل ويا خاله وكلهم عراقيين، هم ترى هو فضل المنتخب العراقي على المنتخب الامريكي في تلك يعني ذاك الوقت، وكانت ربما هي تجربه هي إله انه يجي اليوم يجي ويلعب بالمنتخب ويثبت نفسه. زين احد الاخوان سال قال محاربه المغتربين، لا هو ما قال هيك، قال بس انه لا يحاولون يفرقون، يعني يفرقون كل بعض يقول لك هذول محترفين هذول مغتربين هذول محليين، لا هو قال احنا انا ما اريد هيك بالمنتخب يصير. هو انا شفته طبعا اللقاء ما تعجبني به، تحس انه هو محروق قلبه على المنتخب العراقي من دا يحكي، كان يحكي بكل حر عربي يمكن كان بكى هسه إذا لو يعرف عربي كان بكى. إيه فأنا شفته إنه هو ده يحكي بحرقه على المنتخب، حتى من قال إنه المدرب يمكن يأخذ الراتب مالته وخلاص وشنو، بس إحنا العراق مالتنا. يعني كلش عجبني بهاي النقطة مالته. المدرب المحلي من يعني يعرف يتعامل مع اللاعب العراقي. أنا ربما هواي سفرات رحت ويا المنتخب كموفد إعلامي كموفد صحفي. إيه نعم. من 2006 أنا أسافر مع المنتخبات العراقية، من كان الكابتن أكرم سلمان 2006 لحد هذا يومنا قبل كورونا، أنا رحت مع المنتخب إلى كاتانيج. زين يعني بطولة الكأس الخليج أعتقد بالدوحة. كل المدرب العراقيين يعرفون يتعاملون مع اللاعب العراقي، الأجنبي يجيك بعقلية المحترف، أدفوكات رجل محترف ما يجي يقول لك سد الموبايل نام ساعة بالتسعة، أدفوكات من يجي يتعامل وياك كلاعب محترف، أنت اللاعب المحترف اليوم ساعة بالتسعة تغلق موبايلك وتروح تنام، باكر عندك ثاني يوم مباراة مهمة. إحنا باستراليا 2015 أنا مع الكابتن راضي شنيشل كنت قناة وار الرياضية بوقتها، كنت مدير برامج ورحت كموفد للقناة وسوينا برنامج هناك باستراليا، فكنت مع المنتخب يعني من سيدني الى نيو الى رحنا الى برزبين بعدين الى نيوكاسل بعدين كامبيرا العاصمه الاستراليه، ساعه بالتسعة الا دقيقه الموبايلات كلها تتجمع، اللاعبين كلهم نايمين، الوجبات يتدخل بها الكابتن راضي شنيشل، وجبه الاكل كلهم، يعني مو بس هسه انا اقول لك الكابتن راضي، لا حكيم كذلك، باسم قاسم، كان وقتها الكابتن أكرم سلمان همينة، كلهم فبوقتها كانوا الكل يعني يعرفون يتعاملون مع اللاعب العراقي. احنا نعم. ربما اللاعب اللي عايش برا ومتطبع بعادات برا وثقافات اللي قالك ثقافات مختلفة بالمنتخب العراقي، لازم اكو تعامل خاص معهم، تتعامل تعرف شلون تتعامل معهم. يا مرة من مرات طلب ياسر مثلاً وجبة إنه خلاص أنا ما أكل هذا الأكل بيدهن يعني وجبة دهينة ما أقدر أكلها، أريد أكل مثلاً سيفود خل مثلاً أكل بحري. زين أنت تجي مثلاً تقول له لا أنت ليش ما تأكل من أكلنا، لا كل لاعب إلى كل يعني إلى شخصيته
والى ربما انه السيستم الغذائي والنظام الغذائي اللي عنده معين، صح ولا لا؟ صحيح. هنا انا اسال انه عندنا المساعد المدرب اعتقد صار لفتره طويله ويعرف هذا السيستم موجود عند اللاعبين العراقيين، ليش ما يمشي عليه؟ شنو دور مساعد المدرب؟ هي مشكله. شوف انا هسه العالم هسه اوكي المواضيع تعرف انت بيها اكيد اكو هواي ملاحظات، هواي ملاحظات، هواي ملاحظات اكو على الرياضه العراقيه بصوره عامه. وخل اقول لك يا حسام، انا اسجلت اعتزل ربما انا ما بفكر باعتزال الاعلام خلص، يعني وصلت مرحله كافيه من 2005 اقدم برامج كافيه، يعني وصلت الى مرحله اشباع مثل ما يقولون بالاعلام. لا ترى الجمهور ما يقبل، الجمهور ما يقبل الوضع والوضع اللي 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 جاي نشوفه يوم عن يوم. تنتقد نقد بناء ما حد ما يقبل، تنتقد نقد هدام يجون ربما تسوي لك مشكلة، تنتقد ربما شغلة معينة يجيك 5000 تليفون فلان زعلان عليك وفلان حكي ولا وما يصير. هاي مو هذا مو شغل. أنا اللي تعلمته واللي تعلمته على يد أساتذة كبار بالإعلام، إحنا نحكي إنه ننتقد نقد بناء، ما نسقط ولا نحاول إنه نهجم على معنوية الشخص، لا. إحنا نتكلم اليوم مثلا كابتن يونس محمود، منو يختلف على يونس إنه وصاحب إنجاز 2007 وكذا 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 واي أمور، لكن اليوم هو بموقع المسؤولية فعليه أن يتحمل النقد، عليه أن يعرف أنه اليوم هو في موقع المسؤولية، عليه أن يعرف أنه كيف يخطط للمنتخب الوطني. نترك العلاقات الجانبية على صفحة يعني على صفحة، وبعدين نتكلم بأمور ربما إحنا الجمهور. أنا واحد من الجمهور، أنا مقدم برامج بس أنا واحد من الجمهور. أنا بلعبة لبنان، أنا بعد لعبة لبنان رجعت على الجزائر، صار لي سنتين ما مدخل بعد لعبة لبنان، والله العظيم أتي فيها الحقيقة. بعد مباراة لبنان رجعت على الجزائر، فمباراة الإمارات ضغطي صعد. تذكر حاسبك المنتخب. أنا بالنسبة لي المنتخب، أنا أكو حالة يمكن أمين شرات كان يذكرني بيها وطه ورغيف همينة يذكر مباراة إيران بال 2015. قبل المباراة بكيت، ما أعرف ليش كانت وضعها بوقت. تتذكر كانوا داعش وعمليات تهجير الناس من مناطقهم، فانقهرت يعني ما أعرف. شفت الجمهور العراقي كله بالملعب ويهتف عراق وبروح بالدم نفديك يا عراق، وبوقتها ما أعرف في شيء، حسيت أنه فعلا هذا البلد محتاج فرحه وهذا الجمهور محتاج فرحه، فالحمد لله بوقتها يعني فازوا. بس المهم احنا اللي اقول لك اياه، من يتصدى للمسؤوليه عليه ان يتحمل النقد البناء. هسه ما اقول لك نقد تسقيطي، انا ما اسقط ولا احكي على واحد، لا هذا مو ثوبي ولا بقاموسي موجود. انتقد نقد بناء ونقد محترم جدا. يعني هسه ذاك اليوم انا حكيت ربما على موضوع خليه الازمه ودخول الجماهير، زين جاني توضيح مباشره من خليه الازمه النيابيه، قالوا يابا الموضوع مو يمنا، يم خليه الازمه الحكوميه. طلعت اكو خليتين ازمه، نيابيه وحكوميه. طلعت من الموضوع يم فلازم حقات رئيس الوزراء. الله يعينك استاذ داوود. احنا طبعا احنا من خلال برنامجك، طبعا انت اليوم برنامجك واحد من اكبر البرامج اللي يشاهدها الجمهور ومشاهداته عاليه، وانا احييك على هذا الشيء. ومن خلال برنامجك احنا نتمنى انه تطرح فد مبادره من الكابتن يونس محمود، عدنان درجال. انا اعتقد انه برنامجك راسا تكون مشاهدات عليه قويه، وممكن انه نستغله بشكل ايجابي، وانت انسان محبوب من الجماهير. فاذا سكتنا عن موضوع جاستن اعتقد الموضوع راح يروح وخلص، جاستن اعتزل، وبعض المتصيدين بالماء العكر يقول لك خلص هو اعتزل وسدوا الباب وخلص. فمن خلال برنامجك احنا بالحلقه الجايه نريد شويه هم تركز لنا على موضوع جاستن وبعض اللاعبين المحترفين اللي وياه ان شاء الله. هذا يعني شوف، مو كل لاعبين، حتى اللي اللاعبين هو اضافه. شوف هو اللاعب المحترف اللي يجي لازم يكون افضل من المحلي، صح ولا لا؟ احنا عندنا لاعبين محلي زيني موجودين بالدوري ويلعبون ويقدمون مستويات جيدة، لكن أني وجهة نظري كان على أدفوكات أنه يحضر إلى العراق.
احنا قبل اسبوع اني استضافت زياد كريم وكيل اعمال مدرب ادفوكات. هذا بس خلي اوضح، قال انه ماكو بعقد ادفوكات انه ما يجي للعراق، واليوم انا يمكن شرت لقاء معته، فهو بامكانه انه يجي للعراق، وبامكان عدنان درجال باعتبار رئيس الاتحاد ان يجبره ان يجي للعراق، لانه ماكو هيك شيء بالعقد حسب ما يقول وكيل اعماله. فمنطقيا اذا العراق يطلب من عنده يجي العراق المفروض يجي، وهي يمكن احد الاسباب اللي يمكن تخلي اكو مشاكل عند المنتخب، انه المدرب بعيد ويجي بس 3 ايام، حتى لو هي المساعد مالته موجودين وش اسمه، بس وجوده كقائد هو وكأدفوكات بالعراق انا اعتقد يأثر هوايه. ان شاء الله هذا يعني حسام، بس هي المشكله هي، شوف، هي كثره الاراء، و هي يعني ان شاء الله خير. يعني بس يعني بدايه الحلقه بدايه اللايف يعني فتحت قلت انه جاستن اعتقد هو طالع نص الحلقه اللي كانت هو ده يتكلم عن الفيديو اللي يتكلم بيه عدنان درجال انه هذا اللاعب ما يتمرن، اي هذا اللاعب دلوع فيتش وصفه وهذا شو اسمه. فاني اعتقد انه عدنان درجال سوى خطا والمفروض يصلحه، لانه عدنان درجال اعتقد انه هو في فتره بدايه جديده مو من مصلحته انه يصطدم بلاعب عنده شعبيه عند الجمهور ولاعب ممكن ان يقدم بعد سنتين او ثلاثه. شوف، من افضل انا احكيها للامانه، افضل محترفين اللي جو للعراق جيستن وياسر قاسم، ما حد ما يختلف عليهم ولا جمهور العراق يختلف عليهم، من افضل اللاعبين اللي جو. انا يعني سالت لاعبين منتخب، يعني انا اتابع اشوف هذا اللاعب مهاري، هذا اللاعب كذا كذا كذا، جيستن بمواصفاته بمواصفات كرار جاسم، نفس الستايل، نفس المهاره عندهم، فمن افضل اللاعبين اللي جو للعراق بوقتها هو جيستن وياسر قاسم، كان مكسب الكرة العراقية، لكن احنا ما عرفنا كيف نحتوي ياسر ونحتوي جيستن، عرفت شلون؟ يعني من ابعدها لازم كان المفروض اكو لجنة منتخبات تجي تناقش المدرب، انت تعال انطيني هسه اللجنة اللي تناقش ادفوكات او بيتروفيتش اللي موجود حاليا هنا، تعال خلي يناقشون الامور فنيا، من راح يقعد وياهم يناقشهم؟ أنا أريد اليوم أناقشهم بأنه هم موجودين اليوم، أنتم موجودين بالعراق، شفتوا لاعبين منتخب، شفتوا لاعبين دوري، شنو اللي راح يصير؟ حلم 40 مليون عراقي، أنا هذا اللي إحنا يحز بداخلنا، إحنا كل سنة كل تصفيات نقول يلا على التصفيات اللي تجي التصفيات اللي بعدها طلعنا يلا على التصفيات اللي وراها، ماكو تخطيط. شوف قطر هذا المنتخب القطري اللي هسه كنا نشوفه ونتابعه، بدأوا بالناشئين، قاعدة صحيحة، تأسيس صحيح، زجوهم بمعسكرات خارجية، مباريات قوية بأوروبا، احتكاك. ليش يقول إحنا الاحتكاك؟ هو هذا الاحتكاك. شوف اليوم قطر نفس الحقيقي فعلا، نفس ويا البرتغال لعبوا هم إلى الشباب، من الناشئين إلى الشباب، من الشباب إلى الأولمبي، من الأولمبي إلى المنتخب الأول الوطني، راحوا شاركوا بطولة الكأس الذهبية بأمريكا، راحوا شاركوا بكوبا أمريكا، راحوا لعبوا تصفيات كأس تصفيات أمم أوروبا، يخوضون مباريات بأيام الفيفا دي على مستوى عالي مع منتخبات. أنت هاي يعني ما أعرف، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تصير اليوم يعني أكو عليها أكثر من علامة استفهام. ليش من 2003 بعد 2003 التهينا بالصراعات على المناصب بانتخابات اتحاد الكرة بمحكمة كاس اللي بسويسرا، صرنا زبائن دائمين بمحكمة كاس، زبائن دائمين، أكثر بلد يرفع دعاوى قضائية واحد على الأخر وإحنا العراقيين. صحيح. زين، فأنت كلها هاية اليوم نتائجها اللي جاي نشوفها إحنا اليوم، وكل لاعب كل لاعب كل لاعب أكو فترة أنت يمكن تعرفها وكل اللي يتابعنا يعرفها، اللاعب عنده خط بياني، اكو عندك يصير مرات دروب، يعني هبوط دروب جو، صح ولا لا؟ هبوط بالمستوى. كل هاي الامور اللي قاعد تصير، فاكو ربما واحد ينزل مستواه، واحد ربما مثلا متعرض لاصابه، حتى فتره استشفاء ما كل اللاعبين كافيه، يعني تلعب انت دوري
ثلاث ايام يوم الرابع مباراة، يومين يوم الثالث مباراة، ماكو يجي شيء. يعني هو هذا اللي احنا جاي نتكلم عليه، واللاعبين تحت ضغط 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 ضغط، هذا اللي قاعد يولد لنا هسه اللي قاعد نشوفه. يعني خلينا نقول انه يراد لنا تخطيط جديد من الصفر ونبدي من الصفر. واعتقد ان الموضوع يعني التأهل لكأس العالم هو جدا صعب، احنا ما نريد نحبط الجماهير بس هو صعب 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 جدا جدا صعب. ترى كأس العالم، كأس العالم يعني تخطيط دولة، تخطيط حكومات، تعرف شلون تخطط، تعرف شلون تتأهل هاي التصفيات، تعرف شلون تهيئ لاعبيك، معسكرات، مباريات ودية وكذا وكذا وكذا، هاي امور. على العموم اني ما اعرف احد الاخوان يقول انا راح العب بالبصرة، والله لحد الان ما واصل اي كتاب. استاذ داود، استاذ داود، البارحة كان اكو اجتماع لحد الان من علم بشكل رسمي على موقع الاتحاد، هل نعتبر انه باسل جورجيس خلاص راح؟ انا اللي عرفته يعني كابتن باسل يعني خلاص يعني اوكي راح. اي انا رسميا، لانه ماكو شيء رسمي من الاتحاد صدر للان. انا يعني بس هاي ملاحظتي انه الاتحاد عنده موقع ما ينزل به بياناته الرسميه. بس شفت المواقع يمكن انطت مواقع كبيره. هناك هسه اليوم يعني اليوم اكو اجتماع وباكر ايضا اكو اجتماع، فخلنا ننتظر نشوف شو راح يصير. يعني هاي اليومين ننتظر، يعني بعد الاجتماع مفتوح اكو قرارات اخرى اليوم وباكر اكو، اعتقد يمكن ما خلصوا الساعه بالوحده يعني مخلصين، فاعتقد بالعشرة ونص احنا تحياتي لكل متابعي. احنا ممنونين منك، ممنونين منك لانه انطيتنا من وقتك. الله يخليك وشكرا على برنامجك الجميل. شكرا. والجمهور العراقي ما دائما يمدح فيك ويحبك، واحنا نريدك بالاعلى. الحمد لله يقول لك خلينا نشتغل ونقدم ماده رياضيه للجمهور وهذا هدفنا. الحمد لله وشكرا، الحمد لله وشكرا على كل حال. حبيبي ممنون لمشاركتك ولوقتك الجميل، واشوفك بيوم اخر. تحياتي. مع السلامه. تحياتي. شكرا استاذ داود، صعد وبين لنا بعض الاشياء اللي صارت من خلال اللقاء اللي سواه ويا الكابتن جاستن ميرام. انتم بدوركم كجمهور لا تسكتون، جاستن يستحق انه الواحد يطالب به، جاستن يستحق فرصه، جاستن من اللاعبين الجيدين اللي احنا كعراقيين ما استغلناه بشكل صحيح. فكل اللي اتمنى من عندكم انتم كجمهور انه تواصلون مطالباتكم، ومثل ما تعرفون مثل ما قال استاذ داود اكو اجتماعات اليوم باكر بهذا الخصوص، فمطالبكم كلها المفروض انه ترفع الى الاتحاد العراقي، والاتحاد العراقي هو اللي يدرسها. وان كان الاتحاد العراقي هو سبب من اسباب اعتزال اللاعب، بس ممكن انه الامور تصحح. اليوم هم اصحاب القرار ولازم نطالبهم هم ان يصححون القرار.